السلام عليكم، أنا حمزة أحمد محمود من مدرسة الصفا، وأنا سأتكلم عن كرة القدم. هذه هي الكرة لكرة القدم. الملعب شكله مستطيل وطوله 100 متر بين 100 متر ومئة وعشرة متر، وعرضه بين 64 متر وخمسة وسبعين متر. في تلاتة لاعب احتياط، وفي 11 لاعب أساسية. هي نلعب لتسعين دقيقة، 45 دقيقة في كل شوط. أنا أتعلمت من كرة القدم إن هي لعبة جماعية تلعبها مع أصحابك وتحبها كثيرا. مع السلامة.